Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 10 من شهر 3 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. توتر بصرف عمرة في شمال دارفور وإقلاق سوق المدينة بسبب مقتل مواطن ومسلحون يعتدون على 10 نازحات في شمال دارفور. انطلاق مؤتمر العدالة الانتقالية المركزي في الخرطوم يوم الخميس المقبل، ومحللون يؤكدون أن تمديد العقوبات يأتي في إطار الضغط لاستكمال العملية السياسية. الشرطة ترفض السماح بوقف احتجاجية في الخرطوم لمناهضة التعدين، ومحتجون يقلقون مكتب لديوان الزكاة في شرق دارفور. قانونيون يكشفون عن إلقاء المحاكم الخاصة بقضايا الشهداء وتساؤلات حول الأحداث الحقيقية لزيارة وفد الحرية والتغيير إلى الإمارات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أقلق مواطنو صرف عمرة بولاية شمال دارفور الخميس سوق المدينة احتجاجا على مقتل المواطن محمد سليمان أحمد في منطقة خور كلاش أثناء عودته من زالينجي إلى صرف عمرة. وقال مواطن من صرف عمرة لراديو دبنجا أن محمد سليمان وهو سائق عربة قتل برصاص مسلحين أثناء عودته من زالينجي إلى صرف عمرة مساء الأربعاء عند منطقة خور كلاش، وأشار إلى نقل جثمان إلى صرف عمرة. وأوضح أن المواطنين أقلقوا جميع المحلات التجارية احتجاجا على التفلتات الأمنية، مطالبين السلطات بمحاربة الظواهر السالبة مثل المواتر والكداميل. وأضاف مواطن من صرف عمرة في هذا الخصوص: وتم قفل السوق بصورة كلية، وأيضا تم إغلاق المحلية في حشاشة أمنية في داخل من تاريخ 3/2/2023 يوم الخميس المضى، وأمس أيضا 8/3. وفي ذات السياق، عقدت اللجنة المشتركة لمواطني المدينة يوم الخميس اجتماعا مع المدير التنفيذي بشأن الانفلات الأمني المتصاعد. وقال مواطن من المدينة لراديو دبنجا أن الاجتماع قرر إرسال وفد إلى الفاجر لمقابلة الوالي ولجنته الأمنية للبحث حول حلول عاجلة بخصوص الأمن. ويضم الوفد الإدارات الأهلية والشباب وأطراف العملية السلمية إلى جانب المدير التنفيذي. وطالب المواطن بتوفير الأمن وإرسال قوات كافية للمحلية لوضع حد للتدهور الأمني. وأضاف مواطن من صرف عمرة في هذا الخصوص: الناس يعني شكلوا لجان للوفد أو لذهابهم للولاية لسيد الوالي، إنه يكون في زيارة للوالي لمطالبة القوات الأمنية. المجتمع مطالب بوجود تعزيزات أمنية في داخل المحلية، لأن في غياب تام من بالنسبة للأمن. كشفت مصادر أن مؤتمر العدالة الانتقالية المركزي سيقام في الخرطوم في موعد أخصاه 16 مارس، على أن تسبقه ورش الأقاليم الستة التي ستنطلق ابتداء من يوم السبت المقبل. وقال مصطفى آدم مدير مركز الزرقاء وهو أحد منظمي الورش لراديو دبنجا أنه من المقرر مشاركة 100 شخص في كل ورشة، وسيتم اختيار 30 شخصا من أي ورشة للمشاركة في مؤتمر العدالة الانتقالية المركزي. وأوضح أن الفئات المشاركة في المؤتمر تشمل ممثلون لضحايا الحرب والنزاعات وأسرهم ولجان المقاومة والمرأة والنازحين. وأكد أن ورشة النيل الأزرق ستشمل إقليم النيل الأزرق وولاية سنار، وستبدأ يوم السبت، كما ستنطلق ورشة كردفان يوم الأحد. وأضاف في هذا الخصوص: أي ورشة فيها النية حيتم اختيار 30 مشارك المركزية في الخرطوم، يعني أي ورشة ولائية إقليمية تمت حيتم اختيار 30 مشارك أو مشاركة عشان هم دي يكونوا يعني يحضروا الورشة المركزية اللي حتكون في الخرطوم. بقية الورش اللي ما هي 6 ورش هي للأغاني المستدام كلها اللي هي
مادة مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاما واحدا متجاهل مطالب الحكومة السودانية المتكررة لرفعها، وصوت على القرار 13 من أعضاء المجلس من بينهم الإمارات، بينما امتنعت روسيا والصين. ويشمل القرار تمديد تفويض لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على بعض الأفراد. أكد جميل الفاضل الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أن تجديد العقوبات على السودان لعام له صلة بما يجري في الداخل، ويأتي في إطار استخدام سياسة العصا والجزرة لترويض الجنرالات. وقال جميل الفاضل لراديو دبنغ أن القرار جاء في إطار الضغوط الدولية على الإنقلاب، خاصة الولايات المتحدة ودول الترويكا والرباعية. وأوضح أن القرار يهدف لممارسة الضغط على السلطة الحالية لإنهاء حالة التلكؤ والتباطؤ في إنفاذ العملية السياسية. وأضاف في هذا الخصوص: فيما يبدو أن الضغوط الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الترويكا والمجموعة الرباعية هي بشكل مباشر وراء استمرار هذه العقوبات إلى حين انجلاء الموقف من العملية السياسية التي هي دخلت مراحل نهائية. رفضت سلطات الشرطة في الخرطوم يوم الخميس السماح بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام السفارة القطرية بالخرطوم تنظمها كيانات نوبية مناهضة للتعدين بالولاية الشمالية. وقال الناشط حاتم حسن لراديو دبنغا أن الشرطة رفضت منح الإذن بحجة الاضطرابات الأمنية في البلاد، مشير إلى تأجيل الوقفة لوقت سيتم تحديده لاحقاً. وكشف حاتم أن ترتيبات لقاء جامع للكيانات النوبية في نادي المحس بالخرطوم يوم الجمعة للتنسيق الجهود من أجل مناهضة أنشطة التعدين في الولاية الشمالية، وذلك لإضرارها بالصحة والبيئة. وأضاف أحد النشطاء لراديو دبنغا في هذا الخصوص: الهدف منها توحيد التجانب المجتمع النوبي عام وكيفية تصدي لشركات التعليم في المنطقة النوبية. اللجنة الشبابية لمناهضة السدود في الخرطوم، لجنة نادي المحل، الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة بناء التجال، وبرضو الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة بناء التجبر، برضو النادر حتى الأجسام النوبية عامة يعني. تعرضت 10 نساء وفتيات نازحات بمعسكر أبو شوك في الفاشر للضرب المبرح ونهب الممتلكات على يد مسلحين في منطقة دورما شمال غرب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور يوم الأربعاء. وقال العمدة رحمة بمعسكر أبو شوك لراديو دبنغا أن 12 من المسلحين اعتدوا على النساء والفتيات أثناء احتطابهن. وقال أن فزع أهلي استطاع العثور على الضحايا بعد هروبهم للجبال المجاورة، وأشار إلى أن الفزع تمكن من القبض على 7 من الجناة وسلمهم إلى الشرطة في منطقة بيركة سرفايا. وقال أن ذوي المتهمين وعدوا بتسليم من تبقى منهم للشرطة. وأضاف الأمدة رحمة في هذا الخصوص: وقال هذه لا مبارة في مساوين تلو من هنا مشوا للجبل الجبوها هتب ولما فوقهم جنجوين وشالوا منها هبوم وشالوا حاجاتهم تلفوناتهم وعفاشهم وأقلهم وشرابهم كله شالوا منهم. هنا كناس المذكر فزانا من هنا، المهم مشينا للهادث والمهم قبضنا من الجناة ولقتنا مساوين دل من الجبال ومن الوديان. أغلق محتجون مكتب ديوان الزكاة بمحلية عديلة شرقي دارفور بعد مسيرة خرجت بالمنطقة احتجاجا على سياسات مدير ديوان الزكاة بالمنطقة على خلفية شكاوى المواطنين من سوء المعاملة مع الفقراء والمساكين. وقال بدر الدين حسب الرسول ممثل الشباب بمحلية عديلة في مقابلة مع راديو دبنغا أن مسيرة نظمها أهالي المنطقة يوم الأربعاء بمحلية عديلة بشرق دارفور سلمت رئيس لجنة أمن المحلية مذكرة تطالب بإقالة مدير ديوان الزكاة المحلية والإدارة التابعة له بجانب حل اللجان القاعدية على مستوى الأحياء. وأضاف بدر الدين حسب الرسول ممثل الشباب بمحلية عديلة لراديو دبنغا في هذا الخصوص: يعني المسيرة طلعت بالأمس يعني بطالب مطالب موضوعية ومشروعة بالنسبة للشعب بعد الاستجدادات اللي قاعدة تحصل من مدير الديوان لأهالينا. عشان كده قررنا أن احنا نقود شعبنا ده ونقفل المكتب، وما يعمل المكتب ده إلا بعد يتم إقالة
مدير ديوان الزكاة اللي هو زكريا أبو رزيقة. وفي مطالب أخرى برضو تكلمنا فيها إنه المخازن المليانة بالمواد الغذائية والوسائل الحركية ووسائل الإنتاج يجب أنها توزع للفقراء والمساكين. كشف محامون عن إلقاء المحاكم الخاصة لقضاء الشهداء التي تم تشكيلها في وقت سابق لتسريع الإجراءات، بينما أعلنت النيابة تحويل عدد من قضايا الشهداء إلى القضاء من بينها قضية الشهيد الفاتح النمر والدكتور بابكر. وقال المحامي سمير الشيخ إدريس لراديو دبنجا أن إنشاء المحاكم الخاصة جاء بسبب خصوصية البلاغات ومن أجل سرعة البت في البلاغ، وأكد أن المطلوب الآن هو إصلاح النظام القضائي ووجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق العدالة، مبين أن المحاكم العادية قادرة على النظر في هذه البلاغات وتحقيق العدالة فيها بالسرعة المطلوبة إذا تحققت هذه الشروط. وأضاف في هذا الخصوص: ممكن تنشئ محاكم في ظل انهيار للنظام العدلي، في ظل سلطة ديكتاتورية هي نفسها اللي بترتكب الجرائم دي في حق الشهداء، على اعتبار أن المسألة دي بتدل على حاجة واحدة، يعني أن السلطة دي هي ما عندها الإرادة الكاملة لأنها تتحقق الجرائم دي، على اعتبار أنها هي جزء منها أو هي نفسها اللي ارتكبت الجرائم دي. من جانبه قال المحامي ضفع الله إبراهيم أن رئيس القضاء الذي تم تعيينه بعد انقلاب 25 أكتوبر أصدر قرار بإلقاء المحاكم الخاصة ووجه بتوزيع كل البلاغات الخاصة بمقتل الشهداء التي جاءتهم من النيابة على المحاكم العادية. وأوضح في حديث لراديو دبنجا أن المحاكم الخاصة تم إنشائها بقرار من رئيسة القضاء نعمات في الفترة الانتقالية الأولى، وذلك للإسراع في النظر في القضايا وتفاديا للتأخير الذي تشهده المحاكم العادية بسبب تراكم البلاغات، وكذلك لتوفير حماية للشهود. ونبه لخصوصية هذه الجرائم وأن المتهمين فيها معظمهم من الأجهزة النظامية. ووصف المحامي ضفع الله لجوء السلطة القضائية للتغيير واستبدال القضاء الذين ينظرون في بعض البلاغات ومنها بلاغ مقتل العميد بريمة بأنه أمر خطير. وأضاف في هذا الخصوص: أصدر السيد رئيس القضاء قرار أرغبه كل المحاكم الخاصة ببلاغات الشهداء. حاكم العامة دي مقدسة بالقضايا سنين عدد، كذلك الاستئنافات العادية مقدسة بسنين عدد. الآن الملف علق بالشهداء وتم الفصل عليها عن طريق المحاكم الخاصة، نالت جيت الأمر المرضي عليه. قال الحيدر المكاشفي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من أهمية زيارة وفد الحرية والتغيير إلى دولة الإمارات، وقال لراديو دبنجا أن الزيارة في هذا التوقيت ليست لها أي جدوى خاصة، وأن التبشير بالاتفاق الإطاري أمر تجاوزه الزمن بعد أن علم القاصي والداني بهذا الاتفاق. ورجح المكاشفة أن يكون سبب الزيارة ربما لتعزيز جهود الإمارات لإنهاء الخلاف بين حميتي والبرهان بعد أن فشلت وساطتهم مع البرهان. وأضاف في هذا الخصوص: ما مسألة التبشير بالاتفاق الإطاري، يبدو أنه النزاع القائم بين حميتي والدعم السريع من جهة وبين قادة الجيش والبرهان يكون هو سبب الأساسي في الموضوع ده، خاصة وأنه عنده تأثير كبير جدا على مسار العملية. دعت منظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر ومراكز العلق للخدمات الصحفية وشبكة إعلاميات السودان إلى إشراك الجميع رقميا لتحقيق المساواة، وطالبوا بالوقوف ضد قرار مسجل التنظيمات القاضي برفض اعتماد تسجيل نقابة الصحفيين. وقال فيصل الباقر لراديو دبنجا أن احتفال يوم المرأة العالمي هذا العام جاء في ظل عدم تكافؤ الفرص المتاحة لإشراك النساء رقميا، وقال أن الصحفيات في السودان يعانين من العنف عبر الانترنت. وأكد أن المجتمع الصحفي يواجه تحديات في مجال استخدام الانترنت وخاصة النساء الصحفيات. وأضاف فيصل الباقر منسق شبكة صحفيون لحقوق الإنسان جهر لراديو دبنجا في هذا الخصوص: بالنسبة لنا في السودان هذا اليوم بيجي في ظروف عدم تكافؤ الفرص المتاحة لإشراك النساء رقميا، لأنه عالميا في معلومات موثقة وإحصائيات موثقة بتقول إنه 63% من النساء بتمتع بإمكانية الوصول للإنترنت مقارنة ب 69% من الرجال. وأيضا احتمالية امتلاك النساء للهاتف المحمول اللي هو الموبايل بنسبة 12% عالميا. ولاحظتنا إنه النساء والنساء الصحفيات تحديدا وبصفة خاصة بيعانوا كثيرا من الانتهاكات في الإنترنت.
دعا فيصل الباقر منسق منظمة الصحفيين لحقوق الإنسان جهر الصحفيين للعمل سويا لبناء أوسع جبهة لمناهضة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي. وأشار فيصل الباقر لراديو دبنجا أن جهر بدأت في مناهضة خطاب التضليل والإضراب المعلوماتي والإعلامي ومناهضة خطاب الكراهية منذ العام 2014 عبر إعلان نيروبي. وأكد أن مواجهة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي لا يكون إلا بالوعي والمعرفة وبنشر الحقيقة. وأضاف فيصل الباقر منسق شبكة صحفيون لحقوق الإنسان جهر لراديو دبنجا في هذا الخصوص: مناهضة خطاب الكراهية ومناهضة التضليل الإعلامي ندعو الجميع لأن نعمل أوسع جبهة لمناهضة خطاب الكراهية وأوسع جبهة لمناهضة التضليل الإعلامي، وده جهد ينبني بالتنسيق. ندعو الجميع للعمل المشترك ولتوسيع دائرة العمل المشترك، وسنظل نقاوم ونناهض خطاب الكراهية وخطاب التضليل الإعلامي، وهذين الخطابين لا يمكن مقاومة إلا بالوعي والمزيد من الوعي وبالمعرفة وبنشر الحقيقة. الخبر الأخير في النشرة: ساهمت حكومة اليابان بمبلغ 664,435 دولار أمريكي لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس من أجل تنفيذ مشروع يهدف لتعزيز جهود بناء السلام في السودان في المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان. ويعتمد المشروع على جهود تحقيق الاستقرار الممول سابقا من قبل حكومة اليابان في المنطقتين، ويسمح لأعمال بناء السلام التي تم الشروع فيها بواسطة البعثة بالاستمرار خلال العام 2023. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.